مساء النور استاذ احمد، واهلا بحضرتك وبكل متابعي قناه النادي الاهلي. وسيم، خليني ابتدي معاك. من وجهة نظرك، ايه اكتر المباريات المنتظرة في دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا ابطال اوروبا، وايه اكتر المباريات اللي انت متوقع انها تكون اكثرهم متعة في نفس الدور؟ الحقيقه القرعه اسفرت عن يعني اربع مواجهات مهمه جدا، لكن ابرزهم طبعا زي ما حضرتك بتذكر المواجهه اللي ممكن تكون الاقوى، اعتقد مش من وجهه نظري بس ولكن من وجهه نظر العالم كله، هو نهائي الموسم الماضي. يعني نهائي الموسم الماضي كان ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وفي هذه النسخه من دوري ابطال اوروبا بيلتقي مره اخرى ولكن في دور الثمانيه. دي تعتبر يعني نهائي مبكر للبطوله. بايرن ميونخ هو الفريق الحاصل على اللقب او حامل اللقب، باريس سان جيرمان فريق قوي جدا خرج برشلونه من دور ال 16، ودي اعتقد هي المواجهه اللي هتكون الاقوى والاصعب وممكن الامتع، كمان النجوم اللي بيضموها الفريقين نجوم كبار جدا، فالمواجهه دي اعتقد هي المواجهه اللي هتكون الاصعب والامتع على المستوى الجماهيري. على خلفية نهائي اللي جمع بين الليفر والريال، واللي شاهد اصابه محمد صلاح وخروجه طبعا من المباراه باصابته الشهيره في الكتف، واللي نتج عنها او ساهمت بشكل كبير جدا في خساره ليفربول للقب. ازاي بتشوف المواجهه الثأريه انجاز التعبير او بين قوسين كده اللي هتجمع الريال وليفربول، وخصوصا انه الفرقتين اعتقد السيزون ده مش في احسن حالاتهم؟ ده صحيح استاذ احمد، والمباراه ما تعتبرش ثأريه يعني لصلاح فقط علشان اتصاب من سيرخيو راموس اللي دخل عليه، طبعا كلنا نفتكر الاصابه اللي كانت ابعدته عن النهائي في 2018، لكن هي مباراه ثأريه لليفربول بشكل عام لانه الفريق خسر طبعا زي ما حضرتك ذكرت في النهائي ده امام ريال مدريد. وحضرتك كلامك مظبوط جدا، الفريقين في الوقت الحالي من الموسم مش بيمروا بافضل احوالهم. ريال مدريد لما بنشوفه في اسبانيا يعني بيحاول ان هو يعني على امل ان هو يحصد اللقب، هو مش بعيد عن الصداره، ولكن الفريق على المستوى الفني اداؤه بعيد جدا. الاسماء اللي موجوده في الوقت الحالي في ريال مدريد يعني اقل من المنتظر ان هي تكون دي الاسماء اللي موجوده. الفريق ما جددش دماؤه في اخر سنتين او ثلاثه رغم رحيل رونالدو، الفريق ما جابش غير ايدين ازار كاسم تقيل، يعني بتكلم عن الاسماء الثقيله اللي جابها ايدين ازار اللي هو حتى على طول مصاب وغايب. بنزيما اللي اعتمد عليه وحده في المقدمه، لو غايب بنزيما مفيش حد يشيل هجوم فريق زي ريال مدريد، وحتى بنزيما نفسه في ظل وجوده مش دايما بيكون يعني في افضل احواله، وبالتالي لو بنزيما مش موفق او زي ما بقول مصاب او غايب، ريال مدريد على المستوى الهجومي ملوش انياب. فينيسيوس جونيور على سبيل المثال لاعب من اللعيبه المهاريه جدا لكنه امام المرمى ضعيف جدا. الجانب الاخر ليفربول على مستوى الافراد والاسماء هي كلها اسماء قويه، اسماء مرعبه، لكن المشكله ان الفريق في الوقت الحالي مش بيمر بافضل فتراته، وشفنا 6 هزايم متتاليه لاول مره في تاريخ ليفربول، والاول مره في تاريخ حامل لقب الدوري الانجليزي يتهزم 6 هزايم متتاليه على ملعبه. ده بيحصل الموسم ده مع ليفربول. في وسيم، مشاكل خليني بنشوفها. اسالك في الجزئيه دي تحديدا. ناس كتير جدا بترجع سبب تراجع ليفربول دفاعيا هو خسارته لجهود نجمه طبعا، ويمكن هو افضل مدافع في العالم في السنوات الاخيره، فان دايك. هل بتتفق مع وجهه النظر دي ولا ليك وجهه نظر مختلفه؟ لا، هو طبعا لو بنتكلم عن الناحيه الدفاعيه تحديدا فبكل تاكيد غياب فان دايك اثر على دفاع ليفربول بالكامل، وهو كان العمود الفقري لدفاع ليفربول. وانا دايما كنت لما بتكلم عن ليفربول كنت بقول انه الفريق كان اللي بينقصه حتى يعني قبل قدوم فان دايك وقبل قدوم حتى صلاح، كان اللي بينقصه تحديدا هو الدفاع، تقويه الجانب الدفاعي، لان حتى قبل قدوم صلاح كان فريق هجوميا كويس، كان بوجود كوتينيو وفيرمينيو وحتى ساديو ماني كان فريق هجوميا كويس، لكن اللي كان بيضيع جهود الفريق دايما واللي بيضيع امكانيه منافسته على اي لقب سواء محلي او قاري كان ان بيتلقى الفريق دفاعيا اهداف كتير جدا بشكل ساذج يعني خليني اقول. لكن لما جه فان دايك الحقيقه هو اللي اضاف اضافه كبيره جدا لخط الدفاع، وبقى فيه توازن، ابتدى الفريق يحس باهميه الاهداف اللي بقى يضيفها بقى صلاح، وشفنا تالقه الكبير وحصوله على لقب الدوري موسمين متتاليين والسنه دي كمان متصدر الترتيب، فابتدى الفريق يحس باهميه الاهداف اللي بيسجلها من خلال الحفاظ على شباك الفريق. كمان طبعا حارس المرمى كمان كان ليه دور كبير جدا في الجزئيه دي، ولكن غياب فان دايك
هو أثر اللي كان بشكل يعني كبير. القشة اللي انقسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. طب خليني امشي معاك مباراه مباراه، وان كان ناس كتير بتشوف طبعا انه بي اس جي مع الباير مع البايرن هم النهائي المبكر، انا بشوف ان الماتش اللي بعده في الدور ده ممكن يكون النهائي المبكر حقيقي، سواء تاهل بي اس جي او بايرن، متوقع ان هم يقابلوا مانشستر سيتي اللي بيمر بحاله من افضل الحالات من سنين كتيره الحقيقه، ومقدم موسم قوي جدا في الدوري الانجليزي. ماتش لا البي اس جي وبايرن ميونخ تشوف مين يتأهل منه او مين يكسب؟ خلينا نمشي الاربع ماتشات كده مع بعض. اوكي، يعني بدايه بايرن ميونخ وباريس، المباراه طبعا متكافئه جدا، صعب التكهن بالفائز في اللقاءين، بس انا بميل لبايرن بايرن ميونخ ميونخ لاني بشوفه الفريق الاكمل الى حد ما في كل الخطوط. باريس سان جيرمان هجوميا قوي جدا، لكن ممكن تكون خط دفاعه مش بنفس قوه خط هجومه على سبيل المثال لو بنقارن. بايرن ميونخ انا بعتبره فريق متكامل، لكن مع ذلك بيظل باريس سان جيرمان زي ما قلنا خرج برشلونه، عنده نجوم كبيره في الهجوم، امبابي طبعا، وعوده نيمار اللي هيعود وهيشارك امام بايرن ميونخ هتبقى اضافه كبيره لباريس في هذه المباراه، وبالتالي المباراه متكافئه. لكن توقعي الشخصي بايرن ميونخ، دي اول مباراه لو تمام. هنمسكها مباراه مباراه. طيب مباراه تشيلسي وبورتو على سبيل المثال عشان ما ننساهاش، اوكي تشيلسي بيمر يعني ماشي بشكل كويس جدا مع توماس توخيل، في استقرار فني في الفريق حاليا، دلوقتي الفريق دخل التوب فور في الدوري الانجليزي الممتاز. بورتو انا بظن انه يعني تجربته في هذه النسخه من البطوله هتقف لحد هنا، ما اظنش ان هو عنده قادر القدرة على انه يكمل. ازاحه تشيلسي. اه بالظبط. ليفربول المباراه ريال يعني متكافئه جدا، صعب الحقيقه التكهن بيها، بس انا بميل لليفربول لان زي ما قلت لك على مستوى الافراد هو افضل من تمام. ريال مدريد، هو لو الفريق في حالته فاعتقد انه الغلبه هتكون لليفربول. طيب ومفترض انه كده عندنا في ماتش هيبقى قبل نهائي على حسب وجهة نظرك ليفربول مع تشيلسي، لانه الفائز من تشيلسي ليفربول تشيلسي بورتو هيلعب مع الفائز من ريال ليفربول، مظبوط؟ مظبوط، يعني زي ما قلت لك هو ريال وليفربول متكافئه يعني صعب التكون بيها، بس انا بميل شويه كلنا انه بنميل ليفربول هو اللي يفوز بيها. كلنا اه كلنا طبعا بنميل اكيد اكيد. كلنا بنميل طبعا. ايه ونسينا طبعا مباراه مانشستر سيتي ودورتموند، يعني طبعا طبعا زي ما انت ذكرت مانشستر سيتي يعني بياكل الاخضر واليابس هذا الموسم باداء هايل جدا، اداء ولعب ونتيجه كله الحقيقه هذا الموسم رائع جدا مع بيب جوارديولا، يكفي ان الفريق الحقيقه لاول مره في التاريخ 17 مواجهه خارج الارض بدون اي هزيمه، منهم 14 فوز خارج الارض، ودي ارقام بيتحقق لاول مره. مباراته امام دورتموند يعني مش عايز اقول ان هي تبقى سهله، لان برضه دورتموند ما نامنش عواقبه في ظل وجود الظاهره اللي موجوده دلوقتي وهو ايرلينج امل هولاند. طبعا، وجود لاعب زي سانشو ومحمود داوود، في لعيبه مميزه، لكن اخص بالذكر طبعا هولاند اللي بيحقق كل مباراه بيسجل هدفين وثلاثه، يعني لعيب ما تامنش ابدا غدره، لكن المفروض على الورق طبعا مانشستر سيتي هو الافضل والجانب الاقوى في هذه المباراه. طيب مانشستر سيتي بايرن ميونخ، من وجهة نظرك مين يتأهل للمباراة النهائية؟ صعب قوي يا استاذ احمد، يعني صعب جدا التوقع، المباراه فعلا هتبقى يعني اعتقد هي هتكون اكبر او ده النهائي افضل مباراه المبكر في اللي بقول الموسم، عليه بقى، هو ده اللي بقول عليه. واحنا حقيقه هنبقى محظوظين ان احنا يعني نشوف باريس مع بايرن يليها مانشستر مع بايرن، اعتقد احنا محظوظين كجمهور ان احنا نشهد المواجهات دي، وكمان مواجهه ليفربول والريال حتى لو الاثنين مش في افضل احوالهم، لكن الاثنين مستواهم دلوقتي في الوقت الحالي متقارب، ومباراه زي ما قلنا ثاريه هتبقى فيها دوافع كتيره جدا، اعتقد يعني في ثلاث اربع مباريات فعلا هيكونوا قمه في المتعه يعني. طب لكن لو خليني تسالني مانشستر وبايرن يعني اعتقد برضه بايرن بايرن ميونخ. ميونخ. خليني الخص المقابله دي والانترفيو ده بسؤال اخير، من وجهه نظرك مين اكتر فريق جاهز لحصد لقب بالتشامبيونز ليج السنه دي؟ بايرن ميونخ، يعني بايرن ميونخ. من اجاباتي هو بايرن ميونخ. بشكرك شكرا جزيلا وسيم احمد، محلل كره عالميه بموقع في الجول، بشكرك على التواصل معنا على شاشة الأهلي في السادسة.